10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد ومباراة جديدة لبرشلونة الإسباني. ولكن قبل ما نعرف التفاصيل وموعد المباراة والقنوات الناقلة والمعلقين، توقع معنا في التعليقات من يفوز في هذه المباراة ومن ينتصر في هذه الأمسية. مباراة اليوم برشلونة أمام لاس بالماس ضمن مباريات الأسبوع 30 من الدوري الإسباني، المباراة على ملعب فريق مونتجويك، القناة الناقلة بين سبورت 3 والمعلق عامر الخزيري. توقيت المباراة مساء اليوم السبت في 10 مساء بتوقيت القاهرة، والحادي عشر بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة مساء بتوقيت المغرب وتونس والجزائر. توقعاتكم معنا في التعليقات من يفوز في هذه المباراة ومن ينتصر في هذه الأمسية ضمن مباريات الدوري الإسباني. شكرا لكم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.